نادور سيتي.com الله يبارك في عمر سيدي. ورعيا لمقتضى المصلحة القضائية أنهي إليكم أنه تقرر تعيينكم قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالموضوع مع الإقامة بمركز خميس نسامة، وعليه أطلب منكم أن تلتحقوا بالمركز المذكور بمجرد توصيلكم بهذا الكتاب. والسلام. وزير العدل والحريات المستقر قيامي بمهامي بوفاء وإخلاص والمحافظة على سير المداولات والسلوك في ذلك كله مسألة القاضي النزيه المخلص، ونرجو من الله جل قدرته أن يوفقه لأداء مهمته بصدق وأمانة وإخلاص، وأن يكون في مستوى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه وعند حسن ظن القاضي الأول سيدنا المنصور بالله دامنا والعز والتأييد. كما نأمر السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بتحرير ما يقال يضمن في كل ما رجع في هذه الجلسة للرجوع إليه عند الحاجة. سيدك الملك بن مطلب الحرام. لا سيدي.